أقيم في كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتيني بماركا قداس احتفالي للانطلاقة السنوية للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، ترأسه الأب جهاد شويحات رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية بعمان، وبمشاركة الأب خليل جعار راعي الكنيسة والأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي لكشافة اللاتين في الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور قادة وأعضاء المجموعات الكشفية من مختلف أنحاء المملكة. وأوضح الأب شويحات في عظته للشباب الكشفي أهمية ودور رسالة الكشافة، حثا إياهم على العمل الجادي والدؤوب. سددنا اليوم الهيئة الكشفية في عمان، ومسؤوليتها دائما الحفاظ على روح المحبة والسلام والوئام لتنظيم الحركة الكشفية داخل الأردن وخارج الأردن. حتى يصنعون السلام لابد لهم من أن يكونوا في سلام داخلي مع أنفسهم، مع ذواتهم، مع ضميرهم. هذا السلام الذي مصدره الله السيد المسيح، وهو أعظم نعمة يعطينا إياها الله، خصوصا في هذه الأيام وفي هذا الشرق المتأزم المحروق بالحروب في الدول المحيطة بنا. هذا السلام أسأل الله أن يمنحنا إياه، وأن يديم هذه النعمة في قلوب كشافتنا وشبيبتنا، حتى تعمل لخلق سلام دائم في القلب، في النفس، في الذات، في الأسرة، في المجتمع، في المدرسة، في كل مكان. هذا السلام الذي نحتاجه، ونسأل رب السلام أن يعطينا السلام. والشكر الجزيل دائما لكم. نورسات معنا تنقل أمالنا وتطلعاتنا نحو حياة أفضل مليئة بالخيرات والبركات. وأمام مذبح الرب تقدم قادة الحركات الكشفية مؤدين القسم الكشفي، تلا ذلك توزيع هدايا تقديرية لهم. وتم خلال القداس أيضا تقديم دروع كشفية للآباء جهاد شويحات وخليل جعار، تقديرا لجهودهم التي يبذلونها في خدمة الكشافة. هذا السلام اللي احنا اخترناه حتى نقدر خلال هاي السنة نركز ونزرع في أفرادنا وفي قادتنا بكل لقاء، بكل مخيم، بكل اجتماع ما نقوم فيه هذا السلام. إذا منظر لمجتمعنا اليوم عم يلاقي الدمار والحروب واللامبالاة وعدم الإنسانية اللي أصبحت تفتقد إلى هاي نعمة السلام. اليوم بطلب من ربنا فعلا يعطينا هاي النعمة حتى نكون قادرين نعيش السلام بقلوبنا، بعائلاتنا، بمجتمعنا، بشرقنا الحبيب، خاصة أردننا أكيد، وبالعالم أسره إن شاء الله. رح يكون في بخطتنا مشاريع ودراسات ودورات تفيد الأشخاص اللي رح يكونوا معنا فيها. رح يكون في إنه مشاركات خارجية واضحة، رح يكون في إنا بصمة بالجانب الروحي بالرعاية، ورح نعمل على إيجاد كشاف بكل رعية لاتينية بالأردن. باسمي وباسم أعضاء الهيئة الحاليين نشكر الهيئة السابقين، ممثلة بالأمين العام بشار معشر، كان أمين عام لمدة 4 سنوات، نشكره هو وأعضاء الهيئة، ونشكر المرشدين الروحيين اللي ثابروا واشتغلوا معنا لحتى نوصل لهاي المرحلة. نشكر سيدنا مارون اللي كان الداعم الأول لنا، ونشكر نورسات اللي كانت موجودة معنا بكل حدث لنا، بكل نشاط لنا، وبشكر جميع الفعاليات والرعاية الموجودين معنا اللي هم دائما النفس اللي احنا بنشتغل فيه. وفي ختام القداس أقيم في قاعة الكنيسة لقاء جمع الأب إبراهيم نفاع وقادة وأعضاء الحركات الكشفية
للحديث حول عمل ونشاطات الكشافة خلال العام الحالي، وأيضا عن شعارها لهذا العام وهو طوبى لصانعي السلام، كما قدم عدد من الأفراد الموجودين خبراتهم الروحية.